عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. ج ابن عمر خديج رازيبة هاتيا رواية كرن و قوتيا پیغمبر خدا سلاوین خودی لسر بنگوتیه اسلام لسر پنج ستونان هاتی آوا کرن شهدداین کو جبلی الله اله نینن و محمد پیغمبر ویه کرنا نمیجه داین زکات چونا حجه و روژی گردنا رمضانیه.